السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء على خير. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الحلوه ديال لاكريم، وغادي ندير لكم الجينواز اللي غنحتاج في المقادير ديالها. عندي 5 المعالق ديال الطحين، عبرتهم بهذه المعلقه هذه، قيس هذه المعلقه 5 المعالق، درت 5 المعالق ونص. عندي 4 البيضات كاملين، 4 البيضات. عندي ساشي ديال الفاني، وعندي قبيصه ديال الملحه اللي كنديرها في جميع الحلويات ديالي. وعندي 5 المعالق، بهاد المعالق النيس اللي عبرت بها الطحين، 5 المعالق ديال السنيده. وعندي هنايا ماء سخون، غليت الماء سخون. غنوريكم طريقه ديال التحضير. درت الماء سخون في الكاسرونه، خليته حتى غلا، وحطيت فوق منه هاد المول هذا باش غنطرف فيه البيض. فغنضيف البيض، وغادي نضيف مليحه وسكر السنيده، وغادي نطرب المكونات كامله حتى غادي نحصل على الخليط ديال لي انا اللي انا محتاجه ليه. بذكر بان هاد الحلوه ما كنديروش فيها جينواز، هي سهله، كنديروا فيها غير 4 ديال المكونات. بسم الله. فغنبقى نطرب بحال هكا حتى نحصل على خليط متجانس متماسك، وعاد غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالها والتتبع ديال المكونات. وكما كتشوفوا البنات، دابا غادي نضيف هذاك 5 المعالق ديال السكر على البيض، وغادي نطرب حتى نحصل على الخليط، وعاد غادي نضيف الطحين. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الجينواز. صافي البنات، حنا انتهينا من طرب هذاك الخليط. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. فدابا غادي نحيد هذوك، نحيد التراب، وغادي نوصل وحده، وهذه هي اللي غادي ندير بها الطحين. غادي نبقى نخلط بها الطحين. دابا غادي نبدا نضيف الطحين تدريجيا، وانا كنخلط من الفوق لتحت، من تحت للفوق، من تحت للفوق، شويه بشويه. صافي كما شفتوا البنات، ها هي حنا خلطنا هذاك الطحين كله، ضفته، وكنبدا نخلط غير شويه من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق، باش ما كيتحيدش لنا داك الهواء اللي درنا ديال البيض. دابا انا غادي نديرها في المول ديالها، وغادي ندخلها الفران، غنشعل عليه الفوق لتحت، حيت انا ما بغيتهاش تطلع، بغيتها تبقى مبسطه. فغادي نشعل عليها الفوق لتحت، وغادي نخليها طيب، ومن جبدها نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالها. وكما شفتوا حنا سرحناها في لاطا ديالي، ودابا غادي ندخلها الفران. كما قلت لكم غادي ندير ليها الفوق والتحت. ودابا دزنا المرحله الثانيه، اللي هي مرحله ديال لاكريم شونتيي. جبت واحد لاكريم شونتيي، غادي لاكريم شونتيي كما كيعرفها الجميع، وغادي ندير واحد الكيسان ديال الحليب غنديرهم، وغادي نطرب ونتلاقى. دابا خوينا دابا 2 كيسان، وغادي ندير معاهم شونتيي، كنصبت البقية كاملة ديال الشونتيي، وغادي نبدا نطرب. لكن حنا سكرين خالص، دابا غادي نديرها في الثلاجة واحد قسمين د المكانة باش تبرد ليا مزيان، وعاد غادي نستعملها. صافي البنات، من بعد ما طيبنا الجنوازة ديالنا قسمتها على 2، درتها طريف ودرتها طريف حيت كانت عندي لاطه كبيره. دابا غنديروا لاكريم، غادي نسقيها، وعاد غندير لها لاكريم. دابا غادي نسقيها البنات كامله بالسيرو، كاس ديال الماء وواحد فانيا، غادي نسقيها كلها مزيان، وعاد غادي نخليها تبرد شويه حيت 2 بهم سخان، وعاد غادي ندير لهم لاكريم. وصافي يا حبيبات ديالي، كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال لاكريم ديالنا اليوم. اليوم عيد ميلاد خويا، وكيف ما شفتوا انا خويا مزادين في شهر واحد، يعني نهار واحد وشهر واحد، واخا كل واحد والعام ديالو. فقررنا واخا داز، يعني داز عليه واحد شي ايام، ماشي 15 يوم، حنا عدرناه دابا اليوم.
ايوا كنتمنى انكم تباركوا لينا عيد ميلاد في الكومونتات وتقولوا لينا عيد ميلاد سعيد ليا ولخويا، وكنبغيكم بزاف. واللي ما مأمنش في القناة ديالي قناة شيوة امونا يتأبونا ويدير لايك ويدير تفعيل الجرس ويدير شي كومونتات اللي كيفرحني، وكنبغيكم بزاف البنات. باي باي.